بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم بعنوان الفورد فينتريكل. ذكرنا في المحاضرات السابقة parts of the hind brain اللي هي الميدلا بلانكاتا والبونس and the cerebellum. بقى عندنا الكافيتي of the hind brain اللي سميناها الفورد فينتريكل. الكافيتي of the fourth ventricle is a tent shaped cavity. شكله شكل الخيمة. tent يعني خيمة. filled with CSF. يحتوي طبعا على CSF ويقع ما بين الميدلا اوبلانكاتا and the bones anteriorly ما بين السيريبلم posteriorly. اذا هو محصور ما بين السيريبلم posteriorly والبونس والميدلا اوبلانكاتا anteriorly. الفورث فنتيكل يكون لايند باي امبيندايما، واحنا ذكرنا انه الفنتيكولار سيستم الفنتيكل كلها مال البرين تكون مبطنه من الداخل بنوع خاص من الخلايا نسميها الامبيندايما. هذه السيل كونتينيوس طبعا، والفورث فنتيكل راح يكون كونتينيوس سوبيريالي وذ سيربرال اكويدكت اللي هي الكافيتي اوف ذا ميد برين واللي هتربطه مع الثيرد فنتيكل. وinferiorly the cavity of the fourth ventricle continue with the central canal of the medulla oblongata. This is the section through the cavity of the fourth ventricle. هذه هي cerebellum. This is the cerebellum. هذا طبعا الفيرمس of the cerebellum. هذا the cerebellar hemisphere. This is the pons. This is the pons and this is the medulla oblongata. الكافيتي هذه اللي هي تنت شيب مثل ما قلنا شكل الخيمة هي الكافيتي of the fourth ventricle. إذن الفورث فنتيكل واقع ما بين السيريبلم posteriorly وما بين البونس and medulla oblongata anteriorly. superiorly continue with the cerebral aqueduct. هذه هي الدكت cerebral aqueduct اللي هي الكافيتي of the midbrain. وinferiorly continue with the central canal اللي تستمر من الميدلا بلانكاتا الى السباينال كورد. الفورث فنتيكل هاف لاترال وول روف اند فلور. طبعا الفورث فنتيكل بينه باوندري فاحوين على لاترال وول روف اند فلور. اللاترال باوندري مال الفورث فنتيكل هي عباره عن السوبيريور سيريبلر بيدنكل سوبيريورلي وانفيريورلي حكم من السيريبلر انفيريور سيريبلر بيدنكل. هذا هو السكشن يوضح لنا this is the lateral wall. هاي الكافيتي of the fourth ventricle. هذا الفلور اللي عنه شعوى أمامنا. طبعا this is the posterior view وهذه هي السيريبلم مثل ما قلنا. هذا هو lateral wall اللي عبارة عن superior cerebellar peduncle اللي هو البيدنكل اللي connect cerebellum with the midbrain. وانفيريا اللي عندنا الانفيريا سيريبلر بيدنكل اللي هو البندل اوف نيرف فايبر اللي كونكت الميدلا بلانكاتا وذ سيريبلم. اذا اللاترال وول اوف ذا فورث فنتيكل عباره عن سوبيريور سيريبلر بيدنكل سوبيريالي وانفيريا سيريبلر بيدنكل انفيريالي. الروف طبعا الروف حيكون جزئين لان الروف هو عباره مثل ما قلنا تنت شيب يعني مثل خيمة، فبينه superior part اللي هو متكون من two superior cerebellar peduncle connected with each other by a sheath of nervous tissue نسميها superior medullary vellum. إذن superior part of the roof عبارة عن two cerebellar peduncle، هذا واحد وهذا الثاني، واثنيناتهم يرتبطون مع بعضهم البعض by the superior medullary vellum اللي هي sheath of nervous tissue. هذا الجزء العلوي من الروف. إذن الروف أو يسمونه مرات the posterior wall formed superiorly from the two superior cerebellar peduncles connected together by a sheath of white matter نسميها superior medullary vellum. بينما the inferior part of the roof formed by the inferior medullary villa. This picture shows us the roof of the fourth ventricle. عبارة عن جزئين.
superiorly هذا superior medullary villum، طبعا هذا لين lateral view، فراح يبين عندنا superior medullary villum اللي حيربط من الجهتين، راح يكون عندنا superior cerebellar peduncle يربط بيناتهم، فهذا الجزء العلوي superior part of the roof، بينما الانفيريور part راح يكون عبارة على عن الانفيريور medullary villum. أيضا thin sheath of tissue. إذا الروف two part، superior part superior medullary villum والinferior part نسميه inferior medullary villum. وهذا اللون الأحمر هو ال choroid plexus of the fourth ventricle extending along the inferior part of the roof. هاي another picture. أيضا this is the cavity of the fourth ventricle. This is the vermis of the cerebellum. هذا هو the pons and this is the medulla oblongata. طبعا وهذا الجزء هو المنتبريل. الكافيتي هذه الروف مالها متكون من جزئين. This is the superior medullary villum وتحتها inferior medullary villum. الروف has an aperture in the midline. هاي الفتحة نسميها magendi foramen. Foramen of Magendi، هاي الفتحة اللي موجودة بالروف بالinferior part of the roof of the fourth ventricle، وهذه الفتحة تفتح إلى subarachnoid space، ومن خلال CSF اللي موجود بالventricle راح يطلع إلى subarachnoid space. بالإضافة للفورامين ماجندي، الروف مثل ما ذكرنا burst in the midline by a large median aperture called foramen magendi which connect the cavity of the fourth ventricle with the subarachnoid space. الكافيتي من الجهتين laterally، الكافيتي extended laterally over the inferior cerebellar peduncle to form the lateral recess of the ventricle. يعني الكافيتي مال البنتكل اكستندد لاترالي، هذا الجزء اللي يروح لاترالي اللي يكون فوق الانفيريور سيريبلر بيدنكل نسمينه اللاترال ريسس. ذيس لاترال ريسس طبعا من الجهتين اكو لاترال ريسس، كل واحد منهم راح ينتهي الى فرم الى فرامين يفتح من خلال subarachnoid space باي لاترال فرامين نسميها فرامين اوف لوشكا. إذا الروف بينه فتحة واحدة بالميد لاين هي فرامين اوف ماجندي، بينما اللاترال ريسز اللي اكستندد فروم ذا لاترال وول اوف ذا فنتريكل اون بوث سايد تفتح إلى فتح فتحتين إلى subarachnoid space نسميهم فرامين اوف لوشكا. طبعا من خلال هذه الثري فرامين، فرامين ماجندي اللي هي بالروف والفرامين اوف لوشكا اللي هي باثنين اون بوث سايد من الـ lateral recesses of the ventricle، ثلاثتهم هذول يفتحون إلى subarachnoid space، ومن خلالهم راح يصير circulation للـ CSF من الـ cavity of the ventricle to the subarachnoid space، حتى يصير بعدين بينه drainage إلى الـ arachnoid granulation مثل ما ذكرنا، ويروح CSF بعدين إلى الـ venous blood. هذا الـ extension of the cavity نسمينه lateral recess. طبعا موجود بهالجهة وموجود ايضا من الجهة الجهة الثانية، بس هون لان السيريبلم موجودة فما يبين عندنا واضح، هذا نسمينه lateral recess. lateral recess هذا راح يفتح الى فتحة من كل جهة نسميها foramen of Luschka. اذا عندنا foramen of Luschka عندنا اثنتين، كل واحدة حتكون من جهة، بين foramen of Magendi حتكون واحدة موجودة بالروف of the fourth ventricle، وثالثتهم راح يفتحون إلى subarachnoid space. The floor of the fourth ventricle واللي سميناه rhomboid fossa، طبعا الفلور كن شرحناه مع the posterior surface of the pons و posterior surface of the medulla oblongata. الفلور يكون diamond in shape، شكله معيني، متكون من الـ posterior surface of the pons and the posterior surface of the superior hull of the medulla oblongata. وهي شرحناها مع الـ pons and medulla oblongata. This is the floor of the fourth ventricle. هذه هي الـ floor. هذا هو الـ pons. This is the posterior surface of the pons. بينما هذا حيكون هو الـ posterior surface of the upper half
of the medulla oblongata. يعني ما كل ال posterior surface of the medulla oblongata راح يقع ضمن ال floor. فقط ال posterior surface of the upper half of the medulla oblongata حيكون ضمن ال floor of the fourth ventricle. راح نميز بالفلور أول شيء مثل ما قلنا بالوسط عندنا الميديان سلكس. This is the median sulcus. On both sides of the sulcus, an elevation. We call it the medial eminence. Medial eminence. Lateral to the medial eminence, راح يكون عندنا sulcus limitans. هذا هو sulcus limitans. نهاية the inferior end of the medial eminence راح تكون expanded. سميناها facial colliculus. وقلنا منين تجي هاي الفيشل كولكس؟ كولكس راح تكون تتكون من الروت اوف ذا فيشل نيرف اللي يلوف حول النيوكليوس اوف ذا ابدوسنت نيرف. بس عندنا هذه الاكسباندد بارت اللي سميناه فيشل كولكس. لاترال تو ذا سلكس ليميتنس هذه الجهه نسميها هاي كلها نسميها فيستيبولار اريا. This is the vestibular area واللي تقع تحت طبعا الفيستيبولار نيوكليس. هذا الجزء يكون posterior surface of the bones. The posterior surface of the medulla oblongata راح نميز بينه الستريا مدلاريس اللي عبارة عن bundle of nerve fiber extended from the median sulcus laterally to the inferior cerebellar peduncle. هذا الانفيريور cerebellar peduncle. And this is the superior cerebellar peduncle. And this is the middle. The middle اللي هو يربط البونس مع السيريبلم. والانفيريور اللي يربط الميدلا وبلانكاتا وذا السيريبلم. والسوبيريور اللي يربط السيريبلم وذا ميدبرين. إذا عندنا ستريا مدلاريس هذه اللي عبارة عن بندل اوف نيرف فايبرز. فاين نيرف فايبر اكستندد فروم ذا ميديان سلكس لاترالي باتجاه الانفيريور سيريبلر بيدنكل. راح نميز عندنا هوني الهايبوكلوسر ترينجل مثل ما ذكرنا وهاي الترينجل اللي تقع تحتها النيوكليوس اوف ذا هايبوكلوسر نيرف اند نيوكليوس اوف ذا جلوسوفارنجيال نيرف. مور لاترال تو ذا هايبوكلوسر راح يكون عندنا ذيس از ذا فيجل ترينجل. الفيجل ترينجل واللي تحتها تقع عندنا الدورسال فيجل نيوكليوس اوف ذا فيجاس نيرف. هذه هي الفيجل ترينجل. مور لاترال راح يكون عندنا ذيس از ايضا ذا فيستيبولار اريا. ذيس از ذا فيستيبولار اريا. زين فهذا هو يمثل لنا الفلور اوف ذا فورث فنتريكل او ما نسمينه بالرومبويد فوسا. إذا مثل ما ذكرنا راح نميز بالفلور ميديان سلكس بالوسط ميديال إيمينس which is bounded by the sulcus limitans laterally. بعدين تجينا vestibular area more lateral. الفيشل كوليكلوس قلنا هي عبارة عن slight swelling at the inferior end of the medial إيمينس واللي جاي من ال root of the facial nerve اللي wind around يعني لوف حول النيوكليوس of the abducens nerve. وعندنا strand of nerve fibers سميناها striae medullaris تطلع من الميديان سلكس وتتجه لاترالي باتجاه الانفيريور سيريبلر بيدنكل. Then we have the hypoglossal triangle and the vagal triangle. هاي الصورة أيضا توضح لنا الفلور of the fourth ventricle. طبعا هاني this is the cerebellar hemisphere, two cerebellar hemisphere and this is the vermis. يعني هون الفتحة فتحنا من خلال الفيرمس اوف ذا سيريبلم فتحناه وبعدنا التو بارت اوف ذا سيريبلم وظهر عندنا الفلور فتنا الى الكافيتي اوف ذا فور فنتيكل اند ذيس از ذا فلور مثل ما قلنا بالوسط ميديان سلكس ميديال امينس فيشل كوليكولاس سلكس ليميتنس هذا الخط سلكس ليميتنس وبعدين مور لاترال هي الفيستيبولار اريا وذيس از ذا ستريا ميدلاريس الفايبرات اللي تطلع من الميديان سلكس باتجاه الانفيريور سيريبلر بيدنكل عندنا هايبوكلوسر ترينجل وفيجل ترينجل. التيلكورويد اوف ذا فورث فنتيكل ات از ا دبل لاير اوف ذا بيماتا كفرينج ا كور اوف بلاد فيزلز.
who project through the lower part of the roof of the fourth ventricle to form with the ependymal cell اللي هي عبارة عن مثل ما قلنا lining cell of the ventricle تعمل لنا الكورويد بلكسس of the fourth ventricle from which the CSF is produced. إذا الكورويد بلكسس النواة مع الكورويد بلكسس هو عبارة عن core of blood vessels سميها كورويدال فيسلز راح تدخل وهذه الكورويد فيسلز راح تاخذ معاها دبل لاير اوف بير ماتر وتعمل انفاجينيشن ثرو ذا روف اوف ذا فنتريكل ومن تدخل الفنتريكل راح تاخذ معاها ايضا الابندايمال لايننج سيل اوف ذا فنتريكل فهاي الثري لايرز راح نسميها كلها كورويد بلكسس اللي هي الكور اوف بلود فيسلز كفرينج باي دبل لاير اوف ذا بير ماتر وبعدين تجي معاهم الابندايمال سيل اللي هي اللايننج سيل اوف ذا فنتريكل هذه الثري لاير بمجموعه نسميها الكورويد بلكسز واللي من خلالها يترشح سي اس اف الى داخل الفنتريكل هذه توضح لنا الكورويد بلكسز this is the inferior part of the roof of the fourth ventricle وهذه هي الكورويد بلكسز زين اللي من خلالها حيتكون عندنا CSF إلى داخل الكافيتي وبعدين يصير بينه درينج إلى من خلال الفورمن اللي ذكرناه اللي هي فورمن ماجنتي بالوسط هذه وأيضا عندنا من التو سايد لاترالي عندنا فورمن أوف لوشكا هذول الفورمنات تفتح إلى سباركنود سبيس ومن خلالهم راح يصير سيركوليشن للCSF الى السب اركنويد سبيس وبعدين الدرينج ماله من خلال الاركنويد جرانوليشن انتهى عندنا الفورث فنتيكل وخلصنا الهند برين راح نبدي اليوم مع جزء ثاني من البرين اللي هو الميزنسيفالون او الميد برين الميد برين عبارة عن جزء قصير حوالي 2 انجز in length connect the hind brain to the forebrain. Ascend through the tentorial notch. The midbrain traverses by a narrow canal اللي سميناها cerebral aqueduct which is filled with CSF. إذا المدبرين هو الجزء اللي يربط الفوربرين من الأمام مع الهندبرين اللي يكون posterior. الجزء هذا حيكون نوعا ما قصير حوالي طوله 2 inches وحيمر من خلال تنتوريال نوتش احنا ذكرنا ان التنتوريوم سيريبلي اللي عبارة عن فولت اوف ديورا ماتر راح تفصل الهند برين او السيريبلم انفيريرلي عن الاوكسيبيتال لوب اوف ذا سيريبرام سوبيريرلي هذه الفولت اوف ذا ديورا ماتر من الامام الفري بوردر مالتها راح تكون على شكل يو شيب وهاي سميناها تنتوريال نوتش وقلنا من خلال التنتوريال نوتش يمر الميد برين اللي يربط لنا الفور برين اللي هو فوق التنتوريوم سيريبلي مع الهند برين اللي يكون تحت التنتوريوم سيريبلي الكافيتي اوف ذا ميد برين مثل ما ذكرنا عباره عن كنال قناه صغيره نسميها السيريبرال اكويدكت هاي السيريبرال اكويدكت راح تقسم من الميد برين الى تو بارت الجزء اللي يكون خلف السيريبرال اكويدكت يعني posterior to the cerebral aqueduct سمينه التكتم والتكتم هو عبارة عن 4 colliculi نسميها corpora quadrigemina corpora يعني swelling أو colliculi وquadrigemina يعني 4 لين 4 هي 4 colliculi 2 superior and 2 inferior colliculi هذه rounded eminence سميناها مثل ما ذكرنا superior colliculi و inferior colliculi هذه بمجموعة نسميها tectum and this is the midbrain هذا الجزء هو المدبرين وهون تحت راح يكون عندنا هذا الهندبرين هذا كله الهندبرين وفوقه يقع طبعا الفوربرين اللي هو السيريبرم هاي هي السيريبرال اكويدكت this is the cavity of the midbrain سميها سيريبرال اكويدكت راح تقسم المدبرين الى جزئين الجزء اللي يقع خلف السيريبرال اكويدكت راح نسمينه التكتم
والديكتم عبارة عن four colliculi, two superior و two inferior colliculi. والجزء اللي يقع قدام السيربراكودك هذا جزء نسمينه سيربرال بيدنكل. سيربرال هذا كله تنسمينه سيربرال بيدنكل. السوبيريور كوليكولاي تعتبر فيجوال سنتر, والانفيريور كوليكولاي تعتبر لور اوديتوري سنتر. يعني السوبيريور كوليكولاي لها علاقه بالفيجوال باثوي, بينما الانفيريور كوليكولاي لها علاقه بالاوديتوري باثوي. تحت الانفيريور كوليكولاي حيطلع عندنا التروكليير نيرف. This is the posterior view of the midbrain. هذا هو الميدبرين, وهذا مثل ما ذكرنا هو الهند برين, وهذا الجزء هو الفور برين. This is the tectum. هاي superior colliculi, two superior و two inferior colliculi. Four colliculi سميناها بالtectum. تحت الانفيريور يطلع عندنا التروكليير نيرف. Emerge below the inferior colliculi, هذا الفورث كرينيال نيرف اللي هو التروكليير. السوبيريور كوليكولاي مثل ما قلنا هي عبارة عن جزء من الفيجوال باثوي, فهي فيجوال سنتر, بينما الانفيريور كوليكولاي related to the auditory pathway. Another view, another picture. This is the midbrain. This is the superior colliculi. And this is the inferior colliculi. وهذوي أربعتهم سميناهم إيش؟ التكتم, هذا جزء هو التكتم, جزء الميدبرين. تحت الانفيريور كوليكولاي يطلع عندنا التروكليير نيرف اللي هو الفورث كرينيال نيرف. On the lateral surface of the midbrain, the superior brachium اللي هو عبارة عن mantle of nerve fiber connect the superior colliculus to the lateral geniculate body اللي هو جزء من الثلاموس, واللي مثل ما قلنا هو related to the visual pathway, أيضا connected to the optic tract. The inferior brachium connect the inferior colliculus to the medial geniculate body اللي هو أيضا جزء بالثلاموس. لاحظوا, this is the lateral view of the midbrain. هذا the lateral side. This is the superior colliculi and this is the inferior colliculi. The superior colliculus هذه ترتبط مع the lateral geniculate body. هذا هو the lateral geniculate body, والرابط بيناتهم يسمينه superior brachium. هذه التراكت سميها superior brachium, connect the superior colliculus with the lateral geniculate body and the optic tract. هاي الاوبتيك تراكت. بينما الانفيريور colliculus connected to the medial geniculate body by the inferior brachium. التراكت اللي تربطهم هي الانفيريور brachium. اذا The superior colliculus connected with the lateral geniculate body and optic tract by the superior brachium. While inferior colliculus connected to the medial geniculate body by the inferior brachium. The part اللي يقع part of the midbrain which lies anterior to the cerebral aqueduct مثل ما ذكرنا سميناه cerebral peduncles. والسيريبرال بيدنكل راح يرجع ينقسم الى two parts, anterior and posterior part, by a pigmented band of gray matter we call it the substantia nigra. الانتيرير بارت راح نسمينه الكروس سيريبري, اللي طبعا anterior to the substantia nigra راح نسمينه كروس سيريبري, والبوستيرير بارت راح نسمينه تيجمنتم. لاحظ, هذه السيريبرال اكويدكت زين, and this is the tectum اللي واقع posterior to the cerebral aqueduct. Anterior to the cerebral aqueduct هذا الجزء كله سميناه ايش؟ سميناه cerebral peduncle. Cerebral ما cerebellar peduncle, هذا اسمه cerebral peduncle. هذا يرجع ينقسم الى قسمين by a pigmented band, هاي العميقة سميها substantia nigra. Pigmented band عبارة عن nerve cells راح تقسم
السيريبرال بيدانكل إلى قسمين، الأنتيرير بارت هذا نسمينه الكراس سيريبري، كراس سيريبري، والبوستيرير بارت هنسمينه تيجمنتم. إذا هذا كله هو سيريبرال بيدانكل، انقسم إلى قسمين باي أبيجمنتد باند، عبارة عن كوليكشن أوف نيرف سيل نسميها سبستانشيا نايجرا. قسمته إلى قسمين، القسم الأمامي هذا هو الكراس سيريبري، والقسم الخلفي نسمينه تيجمنتم. تيجمنتم النارو كافيتي اوف ذا منت برين مثل ما قلنا هي السيريبرال اكويدكت، واللي يحتربط الثيرد فينتركل اللي هي اللي يكون فوق السيريبرال اكويدكت مع الفورث فينتركل يكون تحت السيريبرال اكويدكت. الانتيريور سيرفيس اوف ذا ميد برين ذير از ا ديب ديبريشن ان ذا ميد لاين وي كول ات ذا انتر بيدانكولار فوسا which can be seen from the floor of the brain. الانتربيدانكولار فوسا هذه bounded laterally by the cross cerebri, anteriorly by the optic chiasma and optic tracts, or posteriorly by the bones. هاي الصورة توضح لنا الانتربيدانكولار فوسا. طبعا هاي نشعة وين؟ بالانفيرير سيرفيس اوف ذا انتاكت برين، يعني البرين يكون كامل وتبين عندنا بالانفيرير سيرفيس. هذا هو البونز. This is the medulla oblongata and this is the cerebellum. قدام البونز هذا هو الميدبرين. This is the cross cerebri. هذه هي الانتربيدانكولار فوسا. الكون الباوندريز مالها شنو؟ لاترالي كروس سيريبري من الجهتين. Posteriorly superior border of the bones. Anteriorly حيكون عند الاوبتيك كيازما and optic tract. إذا الباوندري اوف ذا انتربيدانكولار فوسا اللي هي ريليتد تو ذا ميدبرين لاترالي مثل ما قلنا كروس سيريبري من الجهتين، posteriorly superior border of the bones, anteriorly optic chiasma and optic tract. زين الكونتنت مالها شنو؟ ايش اكو داخله؟ داخله عندنا اول شيء عندنا التيوبر سينيريوم والانفانديبولم اللي هو واحد يرتبط مع البيتوتري جلاند، التيوبر سينيروم هذا القاعدة، and this is the infundibulum هو مسمينه البيتوتري ستوك اللي يربط البيتوتري جلاند with the hypothalamus. بعده يجينا تو سويلينج نسميها الماميلاري بوديز، ماميلاري بوديز، وذولي هي جزء من الهايبوثالاموس. خلفهم تجينا بيجمنتد اريا سميها perforated area، سميها posterior perforated substance. posterior perforated substance هاي منين جتنا؟ ال posterior perforated substance عندنا small blood vessels راح تخترق structure of the brain من خلال هاي المنطقة، فتثقب لنا المنطقة فتكون مثقبة، ولهذا سميها posterior perforated substance. وطبعا عندنا ما طول عندنا posterior، إذا عندنا anterior أيضا، الانتيرير راح تكون إلى الأمام anterior to the optic chiasma. أيضا عندنا oculomotor nerve أيضا عندنا داخل الانتربيدانكولار فوسا اللي هو third cranial nerve واللي يطلع من الميدبرين، يكون medial to the cross cerebri emerge from the midbrain وبعدين extended إلى يدخل داخل الكافرنس ساينس وبعدين يدخل إلى الأوربت من خلال السوبيرير أوربيتال فيشر. إذا الكونتنت أوف ذا انتربيدانكولار فوسا نعيد مرتلخ، عندنا تيوبر سينيريوم أند انفانديبولم هذولي، الماميلاري بوديز، بوستيرير بيرفوريتد سبستانس، أند أوكليوموتر نيرف. هاي تعتبر الكونتنت أوف ذا انتربيدانكولار فوسا. الكونتنت اوف ذا انتربيدانكولار فوسا مثل ما ذكرنا تيوبر سينيريوم اند انفانتيبولم، ماميلاري بوديز، بوستيرير بيرفوريتد سبستانس، اوكليوموتور نيرف، امرج اون ذا ميديال سايد اوف ذا كروس سيريبري اند باسس فورورد ان ذا لاترال وول اوف ذا كافيرنس ساينس.
صورة اللغة توضح أن الانتر بيدانكولار فوسا هاي laterally and the boundary mala والكراس سيريبري posteriorly superior border of the pons anteriorly optic chiasma and optic tract والcontent mala حتكون tuber scenario and infundibulum المامبلري بوديز posterior perforated substance and then the oculomotor nerve اللي هو third cranial nerve. النوكليا اوف ذا ميدبرين، طبعا الميدبرين راح يكون داخله نوكليوس، اهم هاي النوكلياي هو النوكليا اوف ذا اوكليوموتر اند ذا تروكليان نيرفز، لان الاوكليوموتر والتروكليان نيرف مثل ما ذكرنا emerge from the midbrain both situated in the central gray matter close to the median plane. يعني النوكليوس مالهم تكون داخل الميدبرين close to the median plane. عندنا نوكليوس نسميها ريد نوكليوس، وهي أيضا موجودة بالميدبرين، واقع ما بين السيربرال أكويدكت وما بين السبستانشيا نيجرا، يعني حتقع ضمن الكراس سيربري. تكون ريدش إن كلر، ليش تكون سميناها ريد نيوكليوس؟ لأن البلفريش سبيسمنت تكون حمغاء، لونها على حمغاء، والسبب هو الفازيكولاريتي بيها كثير بلاد فيسلز، وأيضا وجود أيرون containing pigment in the cytoplasm of the many of its neuron. يعني الخلايا مال الريد نيوكليوس تحتوي على iron containing pigment، ولهذا تبين بالفريش سبيسيمين تكون red in color. هذا المقطع يبين لنا this is the midbrane. هذا هو cross cerebri. This is the substantia nigra. وهذا الجزء هو التيجمنتم. This is the cerebral aqueduct. وهذه هي الريد نيوكليوس. واقعة ما بين السيربرال اكويدكت وما بين السبستانشيا نيجرا. وتكون ريد بالفريش سبيسيمين، ولهذا سميناها ريد نيوكليوس. الكراس سيربري اللي هو واقع anterior to the substantia nigra مثل ما ذكرنا عبارة عن bundle of nerve tracts اللي هي descending tract اللي هي corticospinal, corticonuclear and corticopontines fiber. Cortico يعني جاي من cerebral cortex وتنزل corticospine يعني spinal cord، وcorticonuclear يعني تنزل من الكورتكس بسيربال كورتكس الى النيوكلياي اللي موجوده اما بالميدبرين او بالبونس او بالميدلا بلانكاتا. وعندنا ايضا كورتيكوبونتاين اللي هي الكورتيكال فايبر اللي ترتبط مع البونس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.